مرحبا بكم بالساده المستمعين في تونس وخارج تونس. يعيش استاذ، هات نبداو بطريقه مبسطه احداث الخبز، ازمه الخبز اللي صارت سنه 84، كيفاش بدات، كيفاش انطلقت الشراره الاولى؟ هل بدات من الولايات الى العاصمه او من العاصمه الى الولايات؟ حطنا في الاطار التاريخي نتاع الاحداث. أحداث الخبز في 6 جان في 1984 انطلقت من دوز، مدينة دوز من الجنوب التونسي، ومنها عمت أو انتشرت إلى أماكن أخرى في البلاد التونسية، خاصة في مدن أخرى، في أحياء شعبية، في مناطق داخلية، ومنها وصلت أخيرا إلى العاصمة. هذا يرى مسار كل الثورات في التاريخ التونسي وفي التاريخ العالمي بصفة عامة، تنطلق الأحداث من الأطراف كما يقال، معناها من المناطق الداخلية، وفيما بعد تأخذ حجم شوية بشوية، يقولوا بالفرنسية بولدوناج، توصل حتى إلى الأحياء المهمشة في العاصمة، وربما تصل إلى بعض الأحياء، لا أقول المترفحة وغيرها، ولكن بعض الفئات الوسطى. هذا شأن أحداث الخبز، شأن ما سمي بالثورة التونسية، لاحظنا عشنا هذا جميعا، أو حتى ثورة 1864 انطلقت من جهة ماجر، الفراشيش، الكاف، باجة، القروان، الساحل، وحتى تصل في الأخير إلى العاصمة، كأنه ثم آخر حاجة العاصمة. العاصمة هي آخر حاجة، ديما العاصمة آخر حاجة، ديما العاصمة تبدا من الاطراف، من الجنوب، من المناطق الداخليه، بغض النظر ما فماش مناطق باش نقولوا هي مناطق نتاع ثوره واخرى نتاع خمود، لا، ولكن ثم مناطق معروفه بخروجها عن السلطه حتى من عهد البيات، الامر تاريخي ماهوش جديد. بالضبط، كيما ثورة علي بن غداه ومزيدة كيف اليوم. لا، المسألة أعقد وأكثر توغل في التاريخ لأسباب مش محل الحديث عليها الآن. دونك مادام حكينا وأنه آخر حاجة توصل للعاصمة، الاحتجاجات وقتها كانت بعيدة جدا يعني على العاصمة بطريقة مكانية، كان نجم نقوله بالمسافات، ولكن زيدا من حيث التضييق متاع الحكم متاع الزعيم الحبيب بورقيبة آنذاك على العاصمة ككل وتونس الكبرى ككل. كيفاش تعاملت الدولة مع الاحتجاجات هذه كي قربت للعاصمة كي وصلت؟ احنا الدولة دائما رد فعلها والعنف والرقابة والعنف والتضييق والسجن والزج بالنخبة والنقابات والمتحركين في السجن. لكن شو انا بدي قبل هدايا، راهي ثورة او انتفاضة ما سمي بانتفاضة الخبز ما جاش وحدها، ايوه، باعتبار المؤرخين زلنا نقولوا هذا جاءت في سياق كامل وطني وسياق عالمي. أيوة. سياق الوطني سمحني نذكر به حداث الخبز 26 جان في 1978 أو ما سمي بالخميس الأسود، معناها الأزمة الاقتصادية العالمية، الأزمة عالمية ممكن تقول عالمية، ولكن الفترة هذه هي فترة توحش الليبرالية وبداية العولمة، وجر عليهم ورجعة الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية. هذه أهم نقطة. هذه أهم نقطة، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، لأن حكومات مثل تونس، مثل مصر، مثل المغرب تدعم المواد الأساسية بما فيها الخبز. في الوضع العالمي الجديد، بداية العولمة والليبرالية المتوحشة، صندوق النقد الدولي، هذا بيت القصيد، صندوق النقد الدولي نصح الحكومات برفع الدعم عن المواد الأساسية. من هنا جاءت الأزمة، من هنا جاءت أحداث 26 جان في 78، من هنا جاءت أحداث قفصة من 1980، من هنا جاءت كذلك أحداث الخبز في تونس في 6 جان في 84، ولكن في المغرب أيضا نفس الشيء. 29 ماي 81 سميت بانتفاضة الجوع في المغرب، رفع الدعم على المواد الأساسية. في مصر نفس الشيء، 19-23 جان في 84، إلى حد أن المصاربة عملوا غناية حلوة على صندوق النقد الدولي. ثم يد خارجية قاعد تحرك، يد خارجية اللي هو صندوق النقد الدولي، اللي ينصح الحكومات آنذاك برفع الدعم على المواد الأساسية. الضحية شكون؟
هي الفئة الضعيفة. طبعا الفئة الضعيفة وين موجودة؟ موجودة خاصة في الأطراف الداخلية وفي الأحياء الضعيفة واللي يسميها البعض المهمشة في العاصمة. ثم تأتي المسألة العاصمة، ورد فعل السلطة هو التضييق، الخناق، السجن، المحاكمات. هذا شفناه في تونس وعشناه، شفناه في مصر، شفناه في المغرب وفي عديد كأنها موجة واحدة. كأني معنى كما يقول أدام سميت، كأني فما يد خفية واحدة أتحرك الحكومات. أنا ذاك الزعيم بورقيبة على جلالة قدره وحكمة سياسته في بعض الأوقات، لكن الزعيم بورقيبة أنا ذاك وبعيد عن الحكم. أي. ثم حكومة تحكم، ثم حكومة مزالي وقبلها حكومة نويرة، والحكومة هي اللي خذت وقت القرار على في زيادة سعر الخبز. كيفاش لا؟ وقت الحكومة هي اللي خذت قرار زيادة الخبز. الحكومة اللي خذت القرار. رئيس بورقيبة بعيد عن سلطة الحكم. مانيش نبرر في رئيس بورقيبة، لكن الحكومات هي التي تنفذ السياسات الليبرالية والليبرالية المتوحشة. كما قلت لك في أحداث جانفي فما نويرة في السلطة. ونعرف اللي نويرة استطاع بالفعل أن يحيد بورقيبة على مستوى السياسة الداخلية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. كانت عنده رأي غير رأي بورقيبة. مزالي نفس الشيء، رغم أنه يتقرب من بورقيبة، لكن كان يطبق إملاءات صندوق النقد الدولي، وكأن السيادة الوطنية، لأن التوانسي وقت يتحركوا سيتحركوا لأسباب مادية. ونعرفوا قيمة الخبزة طبعا عند التونسية، في رمزية الخبزة في تونس عند التوانسة نخدم على الخبزة. ونعرف الصورة اللي في الثورة التونسية اللي قالها بالضبط وبيده خبزة. نعرف رمزية الخبزة، لكن التوانسة ما همش ماديين للحد هذا. مش ماديين للحد هذا، يتمسوا في قوتهم، ولكن فما أشياء أخرى. ثم أشياء متاع كرامة متاع نخوة، كأن يشعروا أن السيادة تخدمها تونس. السيادة تمثل وقت اللي تجي صندوق النقد الدولي يفرض إملاءات أستاذ على السلطة التونسية وطبقها الحكومة التونسية أو المغربية أو غيرها أو المصرية. المواطن بصفة واعية أو غير واعية يحس كأن الكرامة، الحرية، السيادة متاعها تمثل، لأنه ما عادش ملك نفسه، يعني ما عادش ملك نفسه، سيادته ولات بيد الخارج. المواطن التونسي هو ولا أبوه ولا عزيزه ناضوا من أجل الاستقلال، يحس الكرامة والسيادة تمثل، فيتحرك المواطن التونسي. يتحرك مش على الخبز، يتحرك على الخبز. هذيك أسباب مباشرة نسميها في التاريخ. أما ثم أسباب عميقة اللي هي الكيان التونسي بيه. أستاذ أنت جبتني بسرعة، ما يعني المقارنة تفرض نفسها، خاصة وقت اللي تحكي على يد خفية، تحكي على صندوق النقد الدولي، تحكي على الضغط لرفع الدعم. تقريبا هذا اللي قاعد صاير واللي قاعدين نعيشه فيه توا عن عام تقريبا، في علاقة بصندوق النقد الدولي والضغوطات اللي يمارس فيها والمطالب المشتة في رفع الدعم. هناك مشكل عالمي الآن تعيش كل الدول، هو الدور الاجتماعي للدولة. الدور الاجتماعي للدولة، لأن الدولة تتدخل لتعدل الكفة على مستوى اجتماعي وتساند الفئات الضعيفة، أم أن الدولة تنسحب وتترك أصحاب رأس المال والعمال معناها يتصارعوا ولا يتنافسوا غيره. ثم مشكل اجتماعي مطروح الآن، والليبرالية المتوحشة والعولمة والشركات المتعددة الجنسيات تفرض الآن هذه الليبرالية المتوحشة. وصندوق النقد الدولي من 44 من زاكورد بريتن وودز ليس إلا أداة لتطبيق، هو البنك الدولي ليس إلا أداة لتطبيق السياسات. وإحنا في تونس عنا تاريخ مر مع صندوق النقد الدولي، تجربة تعارض كان صندوق النقد الدولي فيها دور مش مجال الحديث عليه. وأول مرة يقع تخفيض الدينار التونسي بإعاز من صندوق النقد الدولي سنة 64 وبإعاز من البنك الدولي. إذن الآن هذه الأداة لا تزال تنفذ سياساتها وتفرض الليبرالية المتوحشة. ولعل الحكومات الآن مطالبة في بلاد كيما تونس ومصر والمغرب وغيرها، ما تنجمش الحكومات تتخلى عن دعم الفئات الضعيفة والفئات الهشة. ما تكونش الحوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت. هذا غير ممكن في بلداننا. تعرف في ألمانيا الاقتصاد الألماني علاش قام؟
قام على فكرة التعاون ديميتواليتي التعاون، فكرة التعاون معنى أن الدولة تعين رأس المال حتى تنهض حتى ينهض الاقتصاد، على عكس فرنسا على عكس بريطانيا على عكس الولايات المتحدة الأمريكية. لابد من البحث عن فكر جديد، فكر تعاوني نعم يكون له دور تعديلي بين جميع الأطراف. نعم. أما منطق اقتصادي صرف وإلا منطق اجتماعي ومنطق وطني، وأنا أرجح هذا الخيار. عموما احنا رانا الفقره هذه نافذه على التاريخ في كل مره نحب نحكيه فيها ونحاولوا نعملوا مقارنات بالحاضر، لانه ما نجموش نزيدوا نقدموا القدام اذا كان ما ناخذوش دروس وعبر من احداث تاريخيه تعدت بها خاصه بلادنا. يعطيك صحه استاذ على كل هذه التوضيحات، ما اشبه الامس باليوم، ولكن ان شاء الله يكون طبعا التاريخ لا يعيد نفسه على عكس ما يقال. هناك وضعية شبيهة ببعضها البعض، وعلينا أن نتعظ ونأخذ الدروس. بالضبط بالضبط، هذا هو. يعطيك الصحة أستاذ الأزهر الغربي المؤرخ وأستاذ التعليم العالي ومدير مخبر التبادل المغاربي والأفريقي والأوروبي. وهوني تزيد تفهم عليش احنا التوى ما تفهمنا مع صندوق النقد الدولي، تزيد تفهم تفهم معني. وتفهم رئيس الجمهورية وقت اللي قال صراحة قال يعني هذا سيؤدي إلى تأجيج الوضع داخل البلاد. نعم très bien. دونك نمشيو لمحمود باش نبدلو محمود باش يرجع بينا لموضوع اخر من بعد باش نجيك لسون فيلتر. مانيش نسيتك ولكن محمود ما نعطيته كيكا يقول قاعد نعمل واكا شباب محمود هذايا نمرش فيه من البارح عليها قضيه قاعده مشاركة اما يزلنا نتعرضوا لها يحكيوا عليها في العالم اجمع. ما نجموش ما نحكيوش فيها، فيها سياسيين كبار، فيها اسماء كبيره، رجال اعمال، فيها نجوم، فيها مخرجين منتجين، فيها رؤساء كبار كبيره. عملنا ملخص للقضيه باهي نبينا نصليو عليه. في فيلم خرج عام 1999 اسمه ايز وايد شات. صباح الخير تونس، ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزه الكافيين اللي تعطيك الانرجي. معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعه من 6 ل 7 تاع الصباح. ديوانا فام صوتكم. الصباح هو رفاك ورفاك هو الصباح. وفيلم يقدم فيلم، اصلا ساعات تحس انه حكايه تكون موجوده حقيقيه تتعمل فيلم سيبون يولي اي واحد يحكي عليها ما نجمش يحكي عليها بطريقه جديه. الحكايه اللي نحكيو فيها نحكيو في حكايه الملياردير جيفري ابستر. سامحون جيف هذا انتحر في الحبس ديجا عام 2019 في نيويورك قبل ما يتحاكم على جرائم جنسيه. القضاء الفيدرالي في مانهاتن هالمده خرج وثائق نتاع ليستا فيها فوق 102، هي ليستا كبيره. أما العباد اللي معروفين ما بين أمراء ورؤساء وفنانين واحد فوق 182، معناها ليستة تلم العالم الكل. في الليستة هذية نجم يكونوا الكل تواطئوا معاه بطريقة أو بأخرى، كما تنجم تكون لا بالمشاركة أو بالصمت. هاو باش نفسر أنا على خاطر الليستة هي فيها لأنه اليوم برشا أسماء قاعدة تطلع. هاو الأسماء كيفاش طلعوا هما أصلا الأسماء في أول التحقيق كانوا أسماء مستعارة ونوامر خفية ودرشنو حبارة. والمحكمة الفيدرالية عملت تحقيق طويل من قبل 2018 وتحقق باش عرفت الأسامي الحقيقية. هو صحيح محمود معناها الحكاية تكشفت أكثر وقت اللي هو انتحر. الحكايه انا شخصيا نعرف عرفت الحكايه كي هو انتحر، معناها بيرسونال ما تبقينا كيفاش زاد تعرفت الحكايه تونجي ولا سامي. من بعد المحكمه الفيدراليه في امريكا راه باش نبداو عارفين في القانون عادي تكون قاعده تنشر الصابون عادي نورمال جوست يجي شكون المحكمه الفيدراليه كما نحكيو فيها هذايا فما شكون قدم الدعوه تشهير أيوة. محامي 2000-3000 دولار يمشي يصب مطلب واحد تنشر الصابون لكل للجميع. في الليستة مثلا فما بيل كلينتون وحسب التليفونات والوثائق اللي خرجوا كان على علاقة قريبة به دونك أيوة. فيه شك كبير. في الليستة زاد ترامب. أما ترامب ينجم يكون على علاقة بالجرائم
كما ينجم يكون لك، كما ينجم يكون في باله ومطفي الضوء وما تهموش على خاطر هو السيد هذايا. فما صورة فيها زيادة برشا هذه باش نحكي عليه، خاطر فما شوية حاجات أسامي غريبة ما تنجمش تكون عندهم علاقة بفضائح جنسية. لو أنت علاش تقول ما تنجمش تقول؟ ما فيش يا محمود، معناتها البحث مازال موجود. أي أي مش على خاطر هو اسم كبير ما ينجمش يكون مورط. مش على خاطر اسم كبير ستيفن هوكينج، هوكينج مش على خاطر سيونتيفيك وعالم كبير وانا نحب العلماء وكل شيء. اما الرجل مشلول كومبليتمون، ما فيه كان راسه يخدم، معروف الوضع الصحي نتاعو، ما تعرفش نظر لتصويرته صعيب نستبعد. هات نقولوا نستبعد ما دام المخ يخدم. هات هاو فما امراء تحب نسمي توا الامراء العرب بصفه عامه، نحكي لك بصفه عامه ما نستبعدوا حتى حد. لا لا ما نستبعدش. هو في الجزيره السيد هذا هو كان رجل اعمال في المال بيدو في البزنس وفي البورصه وك الفلوس وتخديم الفلوس وك الجو هذاك وك السندات العالميه. فكان يجيه برشا عباد مهمين للجزيره اللي عملها، وكان يعمل ديفينمون، عمل ديفينمون حتى في الفيزيك على الجاذبي. وهذاك هو ليفينمون اللي حضر فيه مرتين شو اسمه العالم هذا اللي لطف اغلب بدنه مشلول، معناها فما كان راسه يتحرك وبرشا علماء اخرين. معناها فما اسامي الاكيد في الاسامي اللي دخلوا الجزيره هذه متورطين الاكيد المؤكد، اما مستحيل يكونوا الكل على خاطر صاروا الزيفينمون نتاع فما اسامي تاكدت قضائيا ولا مازال محلول؟ اللي هو القضاء مازال معناها جاري البحث، مش كيف احنا في تونس تبدا فما قضيه معناها تسكر الامور غاديكا جوست تعمل دعوه التشهير يتنشر الصابون الكل واسرح عم بحرك عم بحرك تحب لانه زاد نشوفوا في بعض الصور توا حتى مع الانتليجنس ارتيفيسيال واحد يرد باله شنو يشوف ينجم يكون هذاك فاش قعدت فوالا فما برشا حاجات اللي هذاك السيرتو نتاع العالم هذاك هذاك لا هذيك قديمه الصوره وظهر وطلعت عندها برشا وما تمش التشكيك فيها، ولكن انا شفت تصاور جدد مازالوا كيهبدوا نتاع ترامب، شفت نتاع كلينتون. الحقيقه ما نجمش نجزم تصور كلينتون اللي ريتهم اللي منتشرين ما همش فيك، ترامب ما نعرفش اما تصور كلينتون نتاع ترامب ما نعرفش. خاطر جست نعطيك استوس صغيره، تاخذ تصويره تهبطها في تليفونك ولا في البي سي على البيرو وتعاود تحطها تعمل عليها ريشيرش ايماج تو يخرجوا لك ليزارتيكل من عام 90 ومن عام 2000 ومن عام 2005 تلقاها ديجا التصويره عندها مصادر من قبل. اما الليسته كبيره، وحتى في الامريكان فما برشا فيك نيوز تو ولات اللي عنده بونتو بالاخر يعمل ليسته ويحط له زوز ثلاثه اسامي فرصه الكتاب الاسود هذا بتاع فرصه فرصه فهمتني. دونك مش واحد ما يبداش يعفس في النعناع قال الراجل معناه دونك انت هوني حتى اسامي عربيه راهو في الليسته. اي فما اسامي عربيه هوني انت تاكد لنا توضح لنا، وانه الجزيره كان يتعمل فيها بلوزيور ايفينمون يتعمل فيها لقاءات علميه اقتصاديه مدير البورصه نتاع شيكاغو اللي هي من اهم البورصات في العالم اللي فيها اسعار الحبوب واسعار القهوه واللي تتصور وانت في بالك معناها. الراجل كان يمشي ويجي، كان مش يطلع هو اسمه يثبت في الليستة راهو برشا معاملات مالية في العالم في العشر سنين الاخرانيين باش يكون فيهم مصيبة ما تفاش باش تولي باش تفرع منها قضايا أخرين. وزاد حسب اللي قعدت نثبت في الأسامي فما أسامي من الايباك والله أعلم، يعني دون نرجع لغزة فما أسامي من الايباك معناها والله أعلم كيفاش شنو علاقتهم وشنو اللوبي الصهيوني في أمريكا شنو علاقته بالسيدة ذي وشنو كان يصير طول قدام. وهل انت حر فعلا والله الا تقتل معناها الله اعلم. ما تعرفش ما تنجمش تعرف. انا ننصح والله ارجعوا شوفوا ما فما لي سيت هاكا فيهم الافلام، ارجعوا شوفوا الفيلم اسمه Eyes Wide Shut، نعرفش بالفرنسي كيفاش يجي، خرج 1999 مثل فيها توم كروز براتيكمون يحكي في يحكي في نفس الموضوع يحكي في القضيه هذه من عام 99 انتو كان قضايا كيما هكا باش تقعد سنوات لا باش يخرجوا منها. انا توقعي باش يخرجوا منها ثلاثه قضايا ماليه باش يخلبزوا المال والاعمال في الولايات المتحده وفي العالم.